طيب هقول لكم على حاجه، كنت مرتب مداخله بوظها المهندس عادل او رفضها الحقيقه، لانه اليومين اللي فاتوا طلعت اغنيه رائعه جدا بتساند وتدعم مؤمن زكريا، وكان الاجمل اللي فيها انه القائمين على الاغنيه كلهم، كل الاطراف اللي غنى واللي كتب واللي لحن واللي انتج واللي شارك، كله تنازل عن اي مقابل في دخل هذه الاغنيه لصالح مؤمن زكريا. المكالمه كانت هتكون مع كاتبه هذه الاغنيه الرائعه جدا منى عدلي القيعي، اللي باباها رفض ان احنا نعمل المداخله، رغم ان انا كنت متفق معاها ان نعملها لك مفاجاه. شوف يا استاذ ابراهيم، انا من خلال من شهر تقريبا جت منى قالت لي في واحد منتج اسمه الاستاذ عمر طارق قال لي فكره وعايز نكتبها، وانا متحمسه لها جدا، عايزين نعمل اغنيه نساند بيها الكابتن مؤمن زكريا. قلت لها هايل، بس ربنا يوفقك فيها، لان مصر كلها يعني هتبقى يعني متوقعه دفء ومشاعر صادقه وتحس بحاجه بحاله خاصه مع الاغنيه دي. فدي هتبقى اختبار مش سهل. قالت لي بس يا رب ربنا وفقنا في مطرب له تقله يغني الاغنيه دي. بعد يومين جت قالت لي الحمد لله المطرب الجميل تامر حسني قرر انه يغنيها، وكان في فكره ان في شركه انتاج كبيره تنتجها وتنزلها كعمل تجاري، فمنا قالت لهم ما تيجي يا جماعه كلنا نعملها بغرض غير تجاري، كلنا نتبرع بدخولنا مقابل ان الدخل اللي يجي نتنازل عنه كلنا للكابتن مؤمن لما ربنا اي دخل ليها على اليوتيوب او غيره ده المؤمن زكريا. فهي راحت مهرجان الجونه السينمائي لان هي اللي كاتبه اغنيه الافتتاح للاستاذ رامي عياش. ما شاء الله. الحمد لله. واذيعت فوجئت بتامر حسني بيغني اغنيه مؤمن زكريا. مؤمن زكريا وحققت نجاح لدرجه ان سرقت الكاميرا يعني في المهرجان. ده لمجرد ما اتعرضت في المهرجان لقيت الاستاذ خالد بيوم الحقيقه كاتب تويته بيقول العمل الغنائي لتامر حسني والذي شارك فيه رموز الفن والرياضه لدعم نجم مصر مؤمن زكريا شيء اكثر من رائع. هو ده مفهوم الرياضه على مستوى العالم. ما يحدث حاليا في المنظومه لا يمت للرياضه بشيء. رساله معبره مؤثره تجعلنا نشعر انه ما زال لدينا بعض الامور المحترمه عندما نتذكر. الكلام ده بقى مهم، عشان كده انت لما بتقول لي هستأذنك عشان يعني انا متفق ان منى هتيجي. قلت لك اولا لو هنجيب حد يبقى لازم نجيب كل الناس، ما ينفعش تجيب عنصر من العناصر. ثانيا انا منى يعني الحمد لله مش محتاجه انها تيجي في برنامج انا فيه عشان عدتك هي خلاص. لا الحمد لله ربنا. من ساعه لما قالت لك الاهلي مش عظيم عشان بيكسب، ده بيكسب لانه عظيم. قالتها من كام سنه؟ نحتت النحتايه الجميله دي وبنت عليها من 5 6 سنين. فهي يعني هظلمها وهظلم نفسي وهيتقال اشمعنى منا ده مبدا يحترم. لا ده مبدا يحترم، لكن النهايه في الاخر اكيد كل نجاح وكل ابداع وكل تميز محتاج ان احنا ودولنا حق ان احنا نزيحها على فكره. ووافقوا لنا على ان انتوا تسمعوا اغنيه تامر حسني لمؤمن زكريا.